معكم خلود الحلبي، انا عطاء عاقل فلسطين، حنا الرداني من المغرب، احمد علي غلبزيه، سالم العوام من سوريا، محمد علي محمد دهاب من اليمن، راجع عبد العليم الهمس، عمر عثمان من الجزائر. مشروع اطلقنا عليه اسم عبير الوعي، وهي مؤسسة فكرية تدريبية. المشروع العربي الصغير فهي أكاديمية عربية هدفها خلق أطفال عرب مبدعون. مشروع رتاج هو مشروع مختص بفنون الزخرفة الإسلامية. مشروع الأكاديمية الدولية المتقدمة للتعليم الاستراتيجي. مشروع المؤاخاة، المشروع السلوكي والأخلاقي. The Mina University كمنصة تقدم خدمات تعليمية وتجهة طلاب الجامعات. مشروع تبيان هو كيان متخصص في إدارة وتحديد البيانات. مشروع الترجمة التشاركية هو منصة تمويل تشاركي مختصة بترجمة الكتب. مشروع تمكين الذي هو عبارة عن منشأة تعليمية. مشروع فصيح هو عبارة عن منصة تعليم عن بعد موجهة لكل الطلاب العرب. فأولاً مشروع عمران يقدم خدماته أونلاين. كما أن منصة عمران هي أول منصة عربية بهذا الفكر وهذا التوجه وهذه الإمكانات. إضافة إلى ذلك شبكة العلاقات الكبيرة والواسعة التي تتحلى بها منصة عمران. اختيارنا ووثوقنا في عمران. منصة عمران فأنا أشكر كل القائمين عليها الذين منحوني فرصة اختيار مشروع العربي الصغير في الانتقاء الأول وهذا شرف لي. أتوجه بالشكر الجزيل لمنصة عمران.